صيدا انا بقول المسار السيا... السياحي فيها من القلعه البحريه للقلعه البريه مرورا بمونيومنتس كثيره و... وهي يعني تجذب السياح اولا تطلع من القلعه على يمينك في خان الفرنج وعشمالك خان الاشلي شو بتطلع بشارع بشارع النجارين توصل لعندك صاصي قصر صاصي وقصر دباني بعد منها في عندك كنيسه الارثوذكس وبعدين علا وبعدين الحمام الجديد فينا يعني نقول انه هذا المتحف بحسب ولا توصل للمتحف متحف الصابون ومتحف هاي وبعدين القلعه البريه هذا المتحف الوطني اللي حضرتك انت الذي سجلت يعني صار افتتاحه وقت قريب مده يعني سنه سنه خلينا ننتقل لما... بس بافتتاح بي... جزئي كل بيتباهى فيه انه احنا شلنا جبل النفايات اكيد ومحله صار فيه حديقه وبعدين نحن بنعالج نفاياتنا وبنعالج نفايات ثانيه بلبنان يعني بما فيها العاصمه عاصمتنا يعني قد ما من نحن بنعالج في صيدا والاتحاد بنفس الكميه عم ناخذ كميه مماثله من من بيروت عملنا الحديقه عملنا المرحله الاولى من الميناء التجاري بعدين عملنا البنية التحتية البنية التحتية أثبتت يعني مفعولها السنة هاي يعني كل لبنان غرق وصيدا كانت محمية مزبوط